وقوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. اشتد أي عظم غضب الله، فيه إثبات صفة الغضب لله عز وجل بما يليق به. وفي هذا رد على المعطلة، والمعطلة هم الجهمية الذين ينكرون الأسماء والصفات، وعلى المعتزلة الذين ينكرون الصفات ويثبتون الأسماء، على الأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وسبعا من الصفات. ويرد عليهم فيقال أأنتم أفصحوا كلاما من كلام الله؟ فإن قالوا نعم كفروا، وإن قالوا لا فيقال لهم ألم يقل الله عز وجل فلما آسفونا انتقمنا منهم. آسفونا يعني أغضبونا، انتقمنا منهم. إذن فرق بين الغضب وبين الانتقام، فجعل الانتقام آثر من آثار الغضب.